بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلى الله عليه وسلم. لازلنا مع تلاميذ الرابعة متوسط، درنا لكم الدروس والبرنامج السنوي في اللغة العربية، في التربية الإسلامية، في العلوم، في الفيزياء. اليوم إن شاء الله عز وجل رانا مع الرياضيات، دروس والبرنامج السنوي في الرياضيات لتلاميذ الرابعة متوسط. كما راكم تشوفوا هذا هو كتاب الرياضيات، كتاب الرياضيات لتلاميذ الرابعة متوسط لهذا الموسم 2024-2025. راح نتكلموا عن الدروس والبرنامج تاع الرياضيات لهذا الموسم. أول درس في الرياضيات لتلاميذ الرابعة متوسط هو التعرف على قاسم عدد طبيعي، قاسم عدد طبيعي. طيب الدرس الثاني مجموعة قواسم عدد طبيعي. الدرس الثالث تعيين القاسم المشترك الأكبر لعددين طبيعيين. بعد ذلك نديروا إدماج. طيب الدرس اللي بعده عمليات الطرح المتتالية، عمليات الطرح المتتالية. طيب القسمات الإقليدية المتتالية، التعرف على عددين أوليين فيما بينهما، وكتابة كسر على شكل غير قابل للاختزال، كتابة كسر غير قابل للاختزال، تعريف الجذر التربيعي لعدد موجب. بعد ذلك نديروا حل معادلة من الشكل x2 تساوي b. الدرس اللي بعده قواعد الحساب على الجذر التربيعية. طيب تبسيط عبارات تتضمن جذور تربيعية، كتابة عدد غير ناطق، تحويل مقام نسبة إلى عدد ناطق. بعد ذلك نديروا وضعية حل، وضعية الانطلاق الأولى اللي درناها كامل، وضعية تقويمية، ونديروا معالجة. طيب بعد ذلك راح نتعرفوا على خاصية طالس. ما هي خاصية طالس؟ استعمال خاصية طالس في حساب الأطوال، معرفة البرهنة العكسية لطالس، عرض حال تصحيح الوظيفة الأولى. هنا نديروا فروض، مرحلة الفروض. استعمال خاصية طالس في إنشاء هندسي، في إنشاءات هندسية بسيطة، جيب وظل زاوية حادة في مثلث قائم. راح نتكلموا عن المثلث القائم والزاوية الحادة تاعه. استعمالات الآلة الحاسبة، حساب زوايا أو أطوال بتوظيف الجيب أو جيب التمام أو الظل، إنشاء هندسيا زاوية بمعرفة القيمة المضبوطة لإحدى نسبها المثلثية، العلاقات بين النسب المثلثية. أنا ندير وضعية الانطلاق ووضعية تقويمية ومعالجات للمقطع إلى غير ذلك. بعد ذلك راح نتعرفوا على نشر وتبسيط عبارات بسيطة، معرفة المتطابقات الشهيرة، النشر باستخدام المتطابقات الشهيرة أو الخاصية التوزيعية. شفنا النشر، الآن نشوفوا التحليل. التحليل باستخدام الخاصية التوزيعية، التحليل باستخدام المتطابقات الشهيرة، التحليل باستخدام المتطابقات الشهيرة، حل معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد. طيب خاصية الجداء المعدوم وحل معادلة الجداء المعدوم، حل معادلة يؤول حلها إلى حل معادلة جداء معدوم، المتراجحة وحل متراجحة من الدرجة الأولى بمجهول واحد، حل المتراجحات وتمثيل مجموعة حلولها على مستقيم مدرج، حل مشكلات بتوظيف معادلات أو متراجحات من الدرجة الأولى بمجهول واحد، وضعية تقويمية ووضعية الانطلاق. طيب الانسحاب ومفهوم الشعاع، الشعاعان المتساويان والشعاعان المتعاكسان، خاصية أو خصائص متوازي الأضلاع، علاقة شارل واستعمالها في إنشاءات هندسية، تمثيل مجموعة شعاعين، قراءة مركبتي شعاع في معلم تساوي شعاعين، تمثيل شعاع بمعرفة مركبتيه،
حساب مركبتي شعاع بمعرفة إحداثيتي مبدأ ونهاية ممثله، حساب إحداثيتي منتصف قطعة بمعرفة إحداثي كل من طرفيها، حساب المسافة بين نقطتين في معلم متعامد ومتجانس. طيب، المعادلة من الدرجة الأولى ذات مجهولين، معادلة أو حل أو جملة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين، حل جملة معادلتين طريقة التعويض، حل جملة معادلتين طريقة الجمع والجمع والتعويض، حل مشكلات بتوظيف جملة معادلتين، عرض حل تصحيح الاختبار الثاني، معرفة تمييز إكس آ إكس، تعيين صورة عدد بدالة خطية، تعيين عدد علمت صورته بدالة خطية معلومة، تعيين دالة خطية انطلاقا من عدد غير معدوم علمت صورته، تمثيل دالة خطية خطية بيانيا وقراءة التمثيل البياني لدالة خطية. طيب، الفصل الثالث، الفصل الثالث عندنا حساب معادلة دالة خطية انطلاقا من تمثيلها البياني، معرفة ترميز X لA X زائد B، تعيين صورة عدد بدالة تآلفية، تعيين عدد صورته بدالة تآلفية معلومة، تعيين دالة تآلفية انطلاقا من عددين وصورتيهما، تمثيل دالة تآلفية بيانيا وقراءة التمثيل البياني لدالة تآلفية، تعيين العاملين A و B انطلاقا من التمثيل البياني لدالة تآلفية، تفسير حل جملة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين بيانيا، تمثيل وقراءة وترجمة وضعية يتدخل فيها مقدار معطى بدالة أخرى، إنجاز تمثيل بياني لوضعية يتدخل فيها مقداران أحدهما معطى بدلالة الآخر وقراءته وتفسيره، حل مشكلات تتدخل فيها النسبة المئوية أو المقادير المركبة، حل وضعية الانطلاق، وضعية تقويمية، تعريف الدوران وإنشاء صورة، نقطة وقطعة مستقيم ومستقيم ونصف مستقيم ودائرة بدوران، معرفة خواص الدوران وتوظيفها، الزاوية المركزية والزاوية المحيطية والعلاقة بينهما، إنشاء المضلعات المنتظمة. الفرق على الفصل الثالث، تعرف على الكرة والجلة وتمثيلهما، حساب مساحة الكرة وحجم الجلة، معرفة واستعمال المقاطع المستوية للمجسمات المألوفة، معرفة الآثار على مساحة وحجم مجسم عند تكبير أو تصغير أبعاد هذا المجسم، حساب تكرارات وتوترات مجمعة، تعيين المتوسط لسلسلة إحصائية، تعيين الوسيط والمدى لسلسلة إحصائية وترجمتها، استعمال المجدولات لمعالجة معطيات إحصائية وتمثيلها. ملاحظة، نأخذ بعين الاعتبار عطلة الخريف إلى غير ذلك، هذا التدرج يساعد الأستاذ على التحكم في سير البرنامج زمنيا ويساعد على إنجاز توزيعات شهرية إلى غير ذلك. إذن هذه المواضيع وهذه الدروس اللي راح يتناولها التلاميذ في الرابعة متوسط، راح نكون معكم إن شاء الله نشرح لكم بعض الدروس المهمة. وفقني الله وإياكم، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.